حنايا جمعية الياسمين للبيئة والتنمية والأعمال الاجتماعية في إطار الأنشطة اللي تنقوم بها الأنشطة السنوية وخصوصا بالنهوض بالقطاع الصحي. حنايا فكرنا أننا نخدموا هذه المرة في الدار البيضاء بشراكة مع مندوبية الصحة. قدمنا هذه الحملة مع أطباء متخصصين من أمريكا بشراكة مع جمعية إسبانية. يعني هذه الحملة فيها تخصصات متعددة تشمل طب الأطفال، طب الأسنان، الترويض الطبي والطب العام أيضا. اليوم الأول تقريبا دازت شي 350 واحد، يعني استفدوا من الكونسلطاسيون جينيرال، استفدوا من مختلف التخصصات، استفدوا من الدواء ايضا. الاطفال الصغار ايضا استفدوا من بعض الالبسه وبعض الهدايا. وحنا كنشوفوا فعلا ان الناس كاين واحد الاحتياج كبير بزاف، والناس محتاجين ان هاد الحملات تكون ولو مره في السنه او لو مرتين في السنه. فحنا فقط محتاجين يعني مساعدات ومحتاجين تسهيلات يعني من السلطات المحليه ومن الناس المسؤولين. يعني في الاول حنا خدينا التراخيص ديالنا عادي، يعني الجمعيه اللي حنا منسقين معها اللي هي جمعيه الاعراف قامت باخذ التراخيص، يعني قدمت طلب لمندوب الصحه على اساس ان هاد الاطباء هما داخلين من اسبانيا وعندهم تراخيص ديال الادويه باش يدخلوا. حنا عطينا لي كوبي ديال لي باسبور ديال الناس كاملين، عطينا شواهد العمل ديالهم في لي كلينيك اللي تخدموا فيها. فالنهار الاول داز كل شيء مزيان، يعني السلطه دارت الخدمه ديالها، البوليس كان معنا طيله اليوم، يعني الناس داروا الخدمه ديالهم مزيان، كل شيء بخير وعلى خير. ملي سالينا اليوم الاول بغينا نوجدوا على اساس اشنو غنديروا في النهار الثاني. كنتفاجئوا انهم تيقولوا لنا لا ما تقدروش تخدموا الغد ليه لان كاين شي مشكل بالعماله يعني السلطه المحليه ديال هنايا. من نهار الثلاث هما حيها الورقه، عطيتونا الوراق نهار الثلاث، ها هي ها هي سيدي، ولكن حنا ما عرفناش شنو السبب، واش منهم ولا من شي حد، الله اعلم. شنو السبب؟ حيدوا لي الدرسه صراحه، كل شيء زوين عندهم كيتعاملوا معاك، ما عرفناش شنو السبب ديال هاد الناس اللي ما خلاهمش يكملوا هاد المبادره اللي هاد الناس كاملين مساكن سمعوا هاد الناس باغيين يتداووا باغيين يتداووا وليداتهم، حيدوا للناس وليداتهم، داووا الكبار داووا الصغار، ودابا حبسوهم. شنو السبب علاش حبسوا هاد الناس؟ حشوم عليهم. هاد الناس راهم مشرفين وزيدوا وزولين، علاش غتحرموا لنا منا هاد الشيء؟ خلي الله يرحم والديكم، راه حنا مضرورين وما عندنا حتى شي حاجه، وما عندنا لا فرانك لا جوج لا يديك لا يخليك. دا مرض ركابي وعندي الطانسيون، وحنا بغيناكم ديروا كل شيء كاملين ماشي غير حنا. الله يرحم لكم الوالدين ويجازيكم بخير. لانهم عاملونا مزيان الحمد لله، ودوزنا وكل شيء، وحيدوا لي الدرسه ما حسيت شي حاجه، واخا داروا لي البنج ما حسيت بوالو، والكاركير داروا معايا اليوم يحيدوا لي، ودوزوا لي الدراري ساهم على الحساسيه، خرجوا لي من الدواء هوايا. مشيت للفرماسي اني تلقيتو ديال الحساسيه، وولادي نيت ندوز عليهم قيس عندهم حساسيه بصح نيت، ودابا جيت نحيد الكالكير، والمعامله ديالهم مزيانه وتنشكرهم بزاف.